أخبار اليوم. في طبعا في فريق عمل من وزارة الطيران المدني هينتقل دلوقتي إلى موقع الحادث علشان تبدأ إجراءات التحقيق فيه، الإجراءات الفنية ويعني كل التفاصيل، وده إجراء متبع يعني معروف عالميا. يعني طبعا في تنسيق وتم الاتصال بال، لا يا فندم مفيش تعيات، فريق العمل ينتقل هناك. سنة واحدة بس، سؤال لو سمحت. فريق عمل هينتقل فني، هينتقل هناك لبدء الإجراءات التحقيق، وفي تواصل طبعا مع السفير الروسي بخصوص هذا، وفي تنسيق. واي اسئله اخرى؟ لا يا فندم، بقول لحضرتك السؤال الاجابه واضحه، لم نبدا التحقيقات، في فريق عمل متخصص هيبدا التحقيقات. في عدد الركاب الطائره 217 بالاضافه الى طاقم الطائره 7، يبقى اجمالي حوالي 217. في الصائب رئيس الوزراء مجموعه من الوزراء هينتقلوا ان شاء الله.